زهرة أنا شايف إنك لازم تستريحي كام يوم، دي ولادك. إيه المشكلة؟ عندنا في مصر ست تولد من هنا وتنزل لغاية الصبح من هنا. يا حبيبتي دول الفلاحين متعودين على كده، أما أنت بقى مش متعودة. ليه بس كده يا مال؟ أنا طول عمري يا حبيبي متعودة على الشقة. الجو النهاردة يجلي. ما تغيريش الموضوع. عشان خاطر أنا عايزك تستريحي كام يوم، بعدين مش بعتي ورا فوزي ماشي شغل المكتب بدالك؟ عشان الشغل وحشني قوي، مش واخدة على القعدة. الشغل وحشني؟ إيه ده؟ أنت كنت هتولدي في مكتبك وأنت بتشتغلي. بعدين أنت ناسية إن النهاردة أهم يوم عندنا، ده أسبوع الأستاذ مروان، ولا مش مالي عينك؟ لا قول مش مالي عينك أنت، والدليل على كده إن أنت نازل دلوقتي وسايبه، وسايب كمان مامت. يا حبيبتي هي رحلة بسيطة بس لغاية جدة وراجع، يعني هكون هنا قبل المغرب بإذن الله. طيب تروح وترجع بالسلامة. مش محتاجة حاجة مني؟ متتأخرش عليا. حاضر. هتوحشيني. وانت كمان. ربنا يخليك لي يا رب.